ان يرفع راس مشجعينه زي ما هو معودنا. دي امنيتي للنادي الاهلي، ان يكسب دايما ومفيش تعادل بقى ومفيش خساره ان شاء الله باذن الله. اتمنى الاهلي يحقق معظم البطولات على الصعيد المحلي والقاري، واتمنى زي ما عودنا دايما ان احنا نستكمل البطولات بتاعتنا والبطوله المعتاده اللي هي الدوري الممتاز. ان هم يوفقوا في كاس العالم للانديه، وبعدين اللعيبه اللي مش واخده فرصها زي كهربا مثلا لعيب موهوب، خساره ان هم يفقدوه. ان يفضل رقم واحد على مستوى افريقيا على مستوى العالم، ان يحقق بطوله افريقيا ويحقق الدوري ويكون ثالث العالم السنه دي. يحقق ارقام قياسيه في جميع الرياضيات. اتمنى ان هو يكسب كل البطولات اللي بينزلها في كل الالعاب ويبقى احسن نادي اجتماعيا ورياضيا، وهو احسن نادي كده كده في مستوى الجمهوريه، ان شاء الله يفضل كده على طول. اتمنى نادي الاهلي يشرفنا في كاس العالم للانديه. اتمنى نادي الاهلي يحصل على بطوله افريقيا ودوري المصري والسوبر، يعني كل البطولات ان شاء الله نوصل كاس العالم للانديه ونحقق المركز الاول في اعظم في احسن حال الايام اللي جايه، ويكون دايما منتصرين. يعني هو ده كل امنيه الاهلاويه على فكره. والله انا بتمنى للنادي الاهلي ان هو يحقق يعني بطولات اكتر زي ما هو عودنا، واتمنى كمان ان هو يحقق كاس العالم للانديه، يفوز بالبطوله دي. اعتقد ان احنا تعودنا دايما ان مفيش حاجه مستحيله مع الاهلي، وان شاء الله احنا متفائلين خير بالبطولات اللي جايه كلها.